حكومة الإطار التنسيق احترقت وهي تنتظر جزاؤها بالشارع العراقي، وأنا أقول القادم هي في تظاهرات لقمة العيش وليست ثورة الجياع كما يراد تصويرها من الجيوش الإعلامية. نعم. فالعراقيون يدافعون عن كرامة لقمة عيشهم، ولذلك حقيقة لن تنفعهم لا مستشاريهم ولا غيرهم، لأنهم حقيقة يسعون بهكذا مستشارين لأجل الترضية الحزبية، لكن هم لا يحسبون أن هناك شارعا عراقيا وأن هناك أيضا تيارات سياسية لا زالت تنتظر الفرصة لخروج الشارع العراقي متأهبة للانقضاض على حكومة السودان الذي فشل فشلا ذريعا في جميع المستويات، لأننا نتكلم عن أزمة حقيقية قادمة ربما المدى المنظور حاليا غير محسوس. الآن الفرق ما بين الراتب قبل السنة حاليا بسبب ارتفاع الدولار هناك خسارة لكل موظف لا يقل عن 200 دولار من راتبي، فضلا عن ارتفاع المواد الغذائية، وبالتالي أصبح الموظف الذي يمتلك راتبا لا يستطيع توفير مواد غذائية لمدة عام، فما بالك بالأجور اليومية وما بالك بالعاطلين عن العمل. وبالتالي نحن مقبلين على مس كرامة لقمة عيش العراقيين بشكل مباشر، فضلا عن الانهيارات الكبيرة التي أنتجتها حكومة السوداني خلال 100 يوم. وهنا أقول إذا السوداني غير راضي عن 6 وزراء ويريد تغييرهم، من الذي سيغير السوداني؟ إذن الكلمة في الشارع العراقي.